السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة الفلكية على قناتكم تنوعكم، والتي سنقدم لكم فيها معلومات عن الفضاء المكون الأكبر لهذا الكون المذهل. نتمنى أن تنال إعجابكم. من منا لم يسمع كلمة فضاء أو مجرات أو مجموعة شمسية أو كواكب في هذا الكون؟ فكما توصلت إليه العلوم، إننا نعيش في كون يتسع على الدوام لا نهاية له. دعونا نتكلم بشكل مختصر عن تكوين الفضاء. الفضاء هو فراغ مهول خارج كرتنا الأرضية، يخلو من العناصر التي باجتماعها يمكننا نحن جنس البشر الحياة. يتكون الفضاء من جزيئات الهيدروجين والهيليوم والإشعاعات التي خلفها الانفجار الكبير والإشعاعات النجمية، إضافة إلى الثقوب السوداء وغير ذلك. وقيل إن له رائحة كرائحة حريق معدني مثل الذي في اللحام الكهربائي، ويقسم إلى عدة أقسام: الفضاء الأرضي، وهو الغلاف المغناطيسي المحيط بالكرة الأرضية، ويمتد الفضاء الأرضي من غلاف الأرض الجوي إلى المراكز الخارجية للحقل المغناطيسي للأرض، ويقوم بحماية الأرض من الإشعاعات والعواصف الشمسية التي تصل إلى الأرض مشحونة بالكهرباء وأنواع كثيرة من الأشعة القاتلة، ويكون بشكل هالة كبيرة مذيلة بالاتجاه العكسي للشمس. الفضاء المجانب للقمر، والذي يقع بالقرب من مدار القمر، ويبدأ مع نهاية الفضاء المغناطيسي الأرضي تقريباً، إلا أن القمر يمر من خلال ذنب الفضاء الأرضي تقريباً 4 أيام من كل شهر. الفضاء بين الكواكب، وهو المجال المغناطيسي الذي يبدأ من الشمس ويمتد بين الكواكب الموجودة في المجال المغناطيسي للشمس، ويتكون من الإشعاعات الكونية والرياح الشمسية والغبار والنيازك الصغيرة وأنواع كثيرة من الغازات والجزيئات العضوية التي تكتشف سنوياً بواسطة الأطياف الراديوية. الفضاء النجمي، هذا الفضاء هو الفراغ الذي بين النجوم والمجموعات النجمية مثل مجموعاتنا الشمسية والمجموعات الكوكبية. قد تكون تلك المجموعات عبارة عن شمس واحدة يدور حولها كوكب واحد أو أكثر. ويتكون هذا الفضاء من جزيئات الهيليوم والهيدروجين، ويحتوي أيضاً على الإشعاعات الكونية والنجمية. وهناك مناطق في هذا الفضاء تسمى الفقاعات المحلية، التي تتميز بنقص شديد في الكثافة وباحتوائها على سحب باردة، والتي قد تكون السديم في بعض المجموعات الكوكبية كالجوزاء. الفضاء بين المجرات هو الفضاء الأكبر والأعظم، إذ إن أقل كلمة يمكن أن يوصف بها هي المطلق اللانهائي. يحيط بالمجرات ويكنفها كما يكنف البحر أسماكه، وهو شديد الكثافة ويشغل الحيز الأعظم من الكون، ويكون على شكل عناقيد بالقرب من المجرات، وتكون فيه البلازما المتخلخلة وذرات الهيدروجين المؤينة التي حينما تسقط عليها الغازات الكونية ترتفع حرارتها وتولد تفاعلات تبقيها في حالة الدفء الحار المتخلخل. ويحتوي أيضاً هذا الفضاء المهيب على أمور غامضة جداً، مثل الطاقة المظلمة والمادة المظلمة والمادة العادية والمادة المضادة، والكثير من الأسرار العجيبة التي نتمنى في الأيام المقبلة إطلاعكم عليها في فيديوهات جديدة. لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم حول هذا الفيديو في التعليقات والاشتراك في القناة، وشكراً للمتابعة.